البرنامج. أوكي. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا ضيفة هي غنية عن التعريف، ولكن أول مرة بقى معنا بالحلقة الأخت ماجدة المشلب. مو هيك عم بنطق ال لا لا، والكل يحطون شدة على المشلب، هي بكسر مشلب الميم وفتح اللام. أوكي. مشلب إلى اوكي الاخت ماجدة المشلب كاتبة عراقية وشاعرة، ويعني لها باع في الكتابة والشعر. بس بطاقة تعريف، خلونا نرحب فيها اول شيء. اهلا وسهلا فيك اختي ماجدة، ونحن بنعتذر كثير كثير على التأخير هذا اصدقائي، يعني هو سوء تفاهم صار بشان توقيت الساعة بين لندن وامريكا، ف اعتذار شديد. يعني انا بتعرفوا ما بنتاخر نحن بالعاده على المواعيد، ولكن اسفين جدا جدا على سوء التفاهم هذا. خلونا نرحب بالاخت ماجده، اهلا وسهلا فيك يا اخت ماجده. اهلا بك عيني جاني برو. اني اعتذر للجميع واعتذر لك، لانه الناس بامريكا مو مضغوطين، مو مثل الانجليش تايم. فانت انجليش تايم، اني ما افتهمت، صورت انه بعد عندي وقت يعني ساعه لي قدام، يعني هذا اللي افتهمته، فاسفه لك وللجميع. نعم. لا لا، ولا يهمك ولا يهمك، نحن بنعتذر، واصدقائنا يعني هم اصدقائنا بالنهايه، فاكيد يعني بتفهموا سوء التفاهم مرات نعم بيصير يعني. نعم طيب اختي ماجده، خلينا نبدا ببطاقه تعريفيه بسيطه عن حضرتك، تفضلي. نعم أنا ماجدة غضبان المشلب. بديت كشاعرة وكان كل همي هو الشعر، لكن بعدين تحولت إلى الكتابة يعني بشكل عام، يعني كتابة مقالات، وطموحي هو الرواية. يعني عندي روايات لكني لم أنشر، نشرت بس الشعر، والقصة القصيرة عندي متراكمة، لكن هو نشرتها لي هسه، يعني تجي يمكن 5 أو 6 كتب مجاميع يعني، بس لحد الآن ما نشرتها. ماكو يعني بصراحة ماكو تشجيع، العراقيين ما عندهم مجال للقراءة، وأنا كرست نفسي لأمور أخرى، يعني شفت إنه يعني الشعر ملحقين عليه، يعني مو مشكلة الشعر، ممكن حتى لو ما طبعته يبقى أولادي يطبعوه بعدي، بس أهم شيء إنه نشوف حل لهاي المشاكل اللي يواجهوها العراقيين واللي جاي نعاني منها إحنا كعامة اللي عايشين في منطقة ما يسمى بالوطن العربي. نعم. هو اختي بصراحه يعني ما بعرف، الكتابه والشعر يظهر شعوبنا لا تقرا يعني للاسف الشديد. يعني انا عندي ديوانين شعر جاهزات للنشر، ولكن للاسف الشديد يعني الظروف لا تسمح، وما اظن في تشجيع خصوصا للشعر والكتابه. ما بعرف، الناس معذورة يعني. هسه احنا يعني كناس واعين، يعني انا تفاجأت بيك كشاعر، ما كنت اعرفك كشاعر، واني اسفة يعني تفاجأت بالقصيدة الجميلة مالتك، وحيل حيل عجبتني واثرت بي الى درجة يعني بكيت هواية عليها، وكلش انسيابية وبيها انسانية كبيرة، وبيها يعني شغف وحب للوطن وشوق، وكلنا احنا عايشين هذا الشوق بشكل يومي، وما جاي نقدر ننسى هذا الوطن، ولا جاي نقدر ننسى الناس الطيبين اللي عفناهم ورانا. فشي طبيعي يعني انا وانت نتوقف عن كل شيء، عن الشعر، عن الادب بشكل عام، بس لازلنا نقرأ ونحاول نتواصل ويا كل الناس اللي يتمنون يعني يخرجون من هذا النفق المظلم. نعم أكيد عزيزي أكيد أكيد. جاني أنا كلامتك من البكاء يعني بصراحة، حتى نبينا سامي الديب ولا غيرهم كثير ناس قالوا لي بكوا، ولكن أنا يعني أتمنى إنه ما حدا يبكي، بس للأسف الشديد يعني وضعنا مبكي مبكي إلى أبعد الحدود. طيب أختي ماجدة، نحن بهالحلقة هاي طبعا راح يكون عندنا سلسلة حلقات مع حضرتك، نعم أنت وعدتينا بحلقات أكيد مكثفة. أكيد تدلل. تسلمي تسلمي. خلينا بهالحلقة هاي نتعرف على ماجدة، مين هي ماجدة؟ خلينا نبدأ من الطفولة مثلا. نحن بتهمنا مسألة بالبرنامج هذا، برنامج إجهر، نعم هو نتعرف على تجارب الملحدين. يعني نعم مثلا بالطفولة
كيف كان الجو الاجتماعي الديني، خلينا نقول التعاليم الدينية، كيف تعاملتي مع مثلا أنت كامرأة، الفرق بينك وبين الصبي، كيف ربوكي أهلك على هذا صبي وهذا بنت، هذا حلال وهذا حرام، وهالأشياء الدينية هيك تشرحينا إياها. اوكي، شكرا. يعني جان، بالنسبة لي أنا كطفلة، يعني ما كنت طفلة عادية، يعني كنت متمردة جدا وما عاجبني أي شيء من اللي دا أشوفه. كنت متمردة على لأن أنا جيت بعد ولد، والولد مدلل جدا إلى درجة إنه يعني كل يوم يخلي المخدة على فمي حتى يقتلني، أو يصب علي مي حتى أموت. لكن العائلة باعتباره هو الولد يعني تعاملت مع هذا الشيء كأنه شيء عادي، واستمر هذا الاضطهاد إلى هذا اليوم. يعني أنا ما عندي علاقة بهذا الأخ، لا هو يطيقني ولا أنا أطيق. فالطفولة مالتي هي عبارة كانت عن أنه أنا كنت يعني عندي نوع من الذكاء والانتباه يعني على أشياء يعني تمر بشكل عابر على الآخرين، أنا أتوقف عندها هواية. وبعدين كان عندي شغف وحب للقراءة، يعني هواية أقرأ. يعني أنا مجرد علموني حرفين ثلاثة، قمت كل كلمة ألزمها بالقراءة أضيف لها الأحرف وأشوف أتوقع شنو ممكن تطلع الكلمة، ويكون مجاورها يعني صورة، فأحاول أجيب يعني أحاول أفهم بين الصورة وأضيف الأحرف الباقية. فقبل ما نوصل حتى يعني 3 أشهر من المدرسة، أنا كنت أعرف أقرأ بدون ما يعلموني. كان عندي يعني أنا أحس انخلقت على مود أكتب وأقرأ. واو، انا بتعرفي انا ما تعلمت القراءه حتى صرت من الاعدادي بصراحه، يعني لا، أنا كان عندي حب للقراءة، هي يعني هي فتشي جوية، نقول جينيتيك يعني وراثي. احنا عندنا أهلنا كلهم شعراء، يحبون رواية القصص، عندهم أشعار. يعني والدي كان حافظ بس من أجداده يمكن 2000 بيت شعر، يعني كله شعبي، دارمي على زهيري على أبو ذية على من هالشغلات. بس أني ما لحقت أكتبهم، يعني ما قدرت أكتبهم بسبب هذا التشرذم اللي عايشين يعني إحنا العراقيين، ما قدرنا نحفظ التراث القديم. بالنسبة للطفولة، الطفولة فيها تفرقة كبيرة جدا، خاصة بالنسبة لي. اللي أكبر من عندي كلهم بنات، ما كان قبلهم أي ولد. إجا الولد، والولد منتظري يعني، وكان قبله أكو ولد ميت بالحصوة. فكان حبهم لهذا الولد ومبالغتهم بهذا الحب أثرت عليه وعليه، وأثرت على علاقتنا مع بعضنا. وبالنتيجة إنه أنا طلعت شخصية كلش متمردة ضد هاي التفرقة. أو أبسط شيء يعني هو كان يحق لي يضربني في أي وقت يريد، أي وقت هو يعجبه يضربني، كان يمسكني ويحطمني مثل ما يحطم لعبة. يعني بحيث في واحد زوج أختي يقول لي أنا كل مرة كان يضربك بيها أصور إنه خلاص أنت متي يعني، بس كل مرة ترجعين تعيشين. مو بس هاي، هو حاول يقتلني 10 مرات وأنا بالمهد، وما يعني يحكوها كنكتة، يعني هي تثير داخل الألم، بس يقولون انه اخوك كان دائما يخنقك بالمخده ويذب عليك مي بس، وتقول يرجع لي الام، يرجع لي المطبخ او اني اخبز على التنور، يقول لي اني لا خنقت ماجده ولا غرقتها بالمي. يعني هو يروح يعترف. فامي تروح تلقاني يعني على اخر نفس. يعني انا 10 مرات كان المفروض اموت، 10 مرات بس ما متت. لهذا السبب احس اني يعني المفروض اكون كلش قويه على مود عشت، رغم كل اللي مر بي، كل الحروب، انحكمت بالإعدام ومن عدمت. منين تريد أبدي لك يعني؟ بالنسبة للطفولة، أهم حدث بيها اللي هو أذاني وأثر بي، وأنا مخصصة أحكي عنه كل هواية، لأن كل الناس متصورين إنه هاي المرأة اللي يشوفوها صورة وتحكي بالشعر والمشاعر وتحاول، يعني هي إنسانة انولدت بحلقها خاشوقة الذهب، نقول انتم تقولون معلقة ذهب يعني. صح. لا، انا بالعكس، انا معاناتي كلش كبيرة من طفولتي. مثل ما قلت، انا جيت بعد ولد، وبالتالي فمحاطين اكس عليا، مرفوضة. عشت هذا الرفض طول طفولتي، اضافة انه والدي صارت مشاكل بينه وبين عشيرة ثانية. والدي انسان متنور، كان رئيس تنظيم الفلاحي للحزب الشيوعي العراقي في الجنوب،
هو رئيس تنظيم الفلاحين كلهم، فبس طلع من عندهم لأنه الشيوعيين ما عندهم خطوات عملية، يعني الشيوعيين كانوا يقرون كتب ينسجنون بس ما عندهم قدرة أنه يستولون على الحكم. فوالدي كانت عنده رؤية كل صحيحة، قال لهم إذا ما يعني إذا ما تأخذون الحكم هسه من عبد الكريم قاسم اللي سوى الثورة سنة 58 ضد النظام الملكي، قال لهم خلاص يعني الشيوعيين بعد ما يقدرون يحصلوها، لأن هسه مجرد تروح تفتح القصر وتقول لعبد الكريم قاسم أطلع، هذا كل اللي راح يكلفكم، فإذا ما ناويين تغيرون الحكم وهو جايز جنبينا، فأنتم ما عندكم هدف أنه توصلون بالشعب العراقي إلى بر الأمان. وبالتالي هو يعني كنسل كل شيء، ويعني أبدا ما صح، هو ظل مثقف لكنه ما عجبه المسيرة يعني الثورية للحزب الشيوعي العراقي، يعني ما عجبته، كانت مسيرة متلكئة وفيها الكثير من الأخطاء. لكن هم الشيوعيين دفعوا ثمن كبير من حياتهم، والشيوعيين هم اللي ثقفوا الشعب العراقي، هم اللي نقلوا نقلة كبيرة. يعني ما تقدر تمر على واحد يعني مثقف عراقي أو أديب أو إشي إذا ما يكون إلى يعني أكيد تكون أساسه يعني ماركسي وشيوعي فيه، حتى ولو انقلب يعني بعدين عليهم أو تغير بسبب لأنهم ما جاء يشوفون حل للإنسان العراقي، لكن هو يعني هم نشروا ثقافة جدا جميلة هي اللي مكنتنا من أنه حتى نغير يعني غير السياب ونازك الملائكة، وهم انتماءاتهم ماركسية يغيرون الشعر العربي من العمودي نحو الشعر الحديث. نرجع لوالدي، والدي إنسان متنور لكنه حثت مشكلة بينه وبين عشرة ثانية، واضطروا إلى أنه يعني إجا شخص اللي يعتدي بالليل على البيت، فاضطروا إلى إطلاق عيارات نارية أصابته ومات يعني. فوالدي كان عنده ذاك الوقت كان عنده أربع بنات، يعني آني وثلاث خوات وولد صغير، فتبرع خالي إنه يشيل القضية لأنه يعني هو اعترف قال أنا اللي ضربت الإطلاقات مو هذا الرجل، ورتبناها. لكن يبقى أكو عدل حق الحكومة، يبقى حق العشيرة، فحق العشيرة هو أنه لازم يدفع امرأة يعني على مود لا يبقى الثأر، يعني أن هم يقتلون من عندنا وإحنا نقتل من عندهم. فكان أكو حل أنه يزوجون أي بنية من بنات اللي صاحب البيت يعني، فأخواتي كانوا في سن يعني ممكن يزوجوهم فوراً، فوالدي قال يعني ماكو أي نسبة بين بنات الذكيات وطموحي أنا الكبير إنه أنقلهم من هاي الحياة وبين هذا المصير السيء، لأنه اللي يأخذوها فصل يعني سميحنا فصلية، يأخذوها فصلية هذا تكون سليف يعني عبدة، يعني ما لها حقوق الزوجية ولا لها مهار ولا لها عرس ولا لها، وتتحول إلى خدامة. وأنا حسيت يعني مدة 22 سنة أني مقيدة إلى هذا الزواج وما أقدر أطلع من عده، وكنت أحس العار يعني يأكلني من يعني كنت أريد أختفي، يعني بحيث أحس دائما أنه عار العشيرة ونكستها ونكسة الأب ونكسة أخويا وكل بي، يعني كان إحساس كثير بالذنب. وبعدين ما كانوا يصحوا لي ماجدة، كانوا يصحوا لي كانت عبودة، العبودة هي العشيرة اللي زوجوني من عندها شخص كان عمره بالعشرين سنة وأنا كان عمري سنتين. والدي فكر بهذا التفكير الذكي انه يزوجني اني، لان كان عنده امل انه الظروف تتغير، واني يعني دائما يعتقد انه الامور تمشي للامام ما ترجع للخلف. فقال ابطي الصغيره اللي هي بعدي يعني على مصير كبيره وتكمل مدرسه وشيء من يعني يمكن الامور تتطور، هاي العشائريات تنتهي. لكن للاسف هو توفى والعشائريات زادت اكثر من الاول. فزوجوني أنا عمري سنتين، يعني كنت مضطهدة كلش من أخويا، وكان يضربني بشكل مفرط، وبحيث أني ما أذكر عشت يوم بدون ضرب ولا لحظة مرت علي من ضربت بيها. وبعدين يعني حتى بعد الزواج كمل الزوج المسيرة مالت الضرب، ولا عرفت يوم واحد من الحرية اللي حلمت بيها من أنا طفلة، ولا عشت لحظة حلوة بحياتي. وبس أني قوية بما يكفي أنه أبتسم دائماً وما عد استعدالة نازل عن حلمي، وحتى لو آخر لحظة. وهسه بديت من أعلنت الحادي لحد الآن بديت أحس أن الحلم اللي أحلمته قبل أنه أعيش حرة بدأ يتحقق الآن، من بديت أحكي لي بداخلي، يعني ماكو داعي بعد أكذب ولا أجامل ولا أقول أي شيء،
كلش مهم انه تقول شنو اللي بوجدانك، يعني هاي في الظاهره فشي صحي للجسم والعقل، وينطي طاقه وينطي احساس بالسعاده حتى وان كنت اني ما عايشه ظروف صحيحه. فنرجع على التزويجي، يعني اخذوني اتذكر كل الزين، لان حدث يعني هو نكسة للعشيرة كلها، لأن يمكنها أول ثاني مرة كانوا المشلب ينطون من بناتهم. إحنا أصلا جايين من عنزة، من سنة 1863 تم بناء قلعة سكر في جنوب العراق، جدي سكر المشلب هو اللي بناها، وما كنا معتادين على هال يعني خلينا نقول على هالأخلاقيات اللي موجودة في جنوب العراق. فلكن حتى كنا على المذهب السني، لكن انتقلنا الى يعني الشيعنة، ومكنتنا عشيرة بكربلاء السعدون، عشيرة السعدون مكنتنا من انه ناخذ منطقة الغراف، لان كانت منطقة كلش متوحشة، بيها خنازير واسود وذئاب وبيها رصوص وقطاع طرق، فماكو غير بس البدو هم اللي قدرون يسيطرون على هالمنطقة. وأهلي كانوا أشداء جدا يعني، وجوي يعني من الصحراء، وعندهم ضفائر تحت العمائم، يعني كان ضفائرهم طويلة لحد الظهار يلفوها تحت العمامة. وهذا الكلام من والدي، يعني آخر مرة ضربوا يعني الشعر مالتهم اللي مسويه على شكل ضفائر، ضربوه بالسيوف وقصوه، لانه ان في ثوره، يعني عملوا ثوره ضد ناس خانوا، يعني اثناء ثوره العشرين خانوهم مع الانجليز، وانقتل لهم شاب كلش صغير يعني بهاي الثوره، فحزن عليه، انتهت الضفائر عند الذكور يعني من ذاك اليوم. فنرجع على الطفوله السيئه والتمرد والزواج. زوجوني، أخذوني بغرفة كلش أتذكر كلش سقفها واطي طينية، والسيد كان موجود اللي هو يكون من يعني من نسل آل البيت. وطبعا هذا أحد الأسباب اللي يخليني أبد ما أؤمن بالإسلام، لأن الدين اللي زوجني وأنا طفلة هذا راح يقولوا لي، طبعا راح يقولوا لي إنه هذا مو من الدين، لا، لكن هو الدين اللي ما انطاني حق كطفلة. يعني القرآن من أول من بداية نهايته ما بي ولا حق للطفل، يعني ماكو، يعني الأسرة كلها ما لها حقوق، الأسرة تنتهي بلحظة بمزاج الحرب، يعني ياخذ أسرة، ياخذ الأطفال، يعني الأطفال ما لهم ذنب أخطأ الأبوين، لكن إذا الأم أخذوها أسيرة الأطفال يكونون وياها أسرة، وبعدين يتحولون لعبيد، وممكن هي الأمة هي تفقد حقوقها، اي شخص يعني يهديها او يبيعها او وتفترق عن اطفالها، هذا كله ما له حساب بالقران، واني احد ضحايا هذه الثقافه اللي ما تحسب حساب للطفل. ولهذا السبب هذا الحدث ما يروح، المفروض اني عمري سنتين ما اتذكر، لكن اتذكر كل زين انه غرفه مرعبه سقفها واطي، ما افتهم شنو اللي صار بيها، حدث بيها شيء مرعب، حسسني بالعار، حسسني انه اني سبب مشكله كبيره. وإلى اليوم يعني أنا أجاهد، أريد بس أقول أنا إنسان، لكن يعني ما دا أشوف صدى يعني كبير، يعني أكو ناس يعني تعجب بالكلام اللي أقوله، بس يعني أنا كانت عندي يمكن من درست وكبرت صارت عندي حقوق أكثر مما يعني هسه، لو أنا باقي بالعراق ما لي أي حق بأي شيء. يومها لما زوجوني أني دي يسألوني يقولي نعم، يعني يقول هل تقبلين زوجة لك، يعني ما شو تفهم ولا شو تقول لا نعم ولا غيرها، فلحوا علي، ليش أقول لك يعني مرعبة، كانوا يلحون علي أن أقول نعم، بس بالنهاية قال إذا أكو وكيل إلها هو يقدر يقول نعم، صادروا حقي بالنعم، وواحد أجدادي قال نعم، وأنا يعني أتمنى له هو يعني متزوج يعني مكاني، لأنه شنو ذنبي يعني هو يقول نعم وأنا أعيش أسيرة هذا الزواج 22 سنة. وبعدين بعدها شفت جابونا في يعني صرة قماش بها ملابس دانتيل، واحد ثوب أبيض وواحد ثوب وردي، الدانتيل كان موديل بذاك الوقت يعني مثل ثوب العروس، هذه الملابس ما أنساها يعني أبد ما أنساها، يعني المفروض أنا أكون أفرح بيها، لكن أتذكر هاي الملابس كل زين، وهي كانت عار،
واتذكر انه اني كنت خايفه وما اعرف شنو مصيري وما اعرف شنو اللي ديدور يعني كلش صغيره كنت. بعدها بسنتين كنت كان عندي طموح انه اروح يعني لان اخويا كان دائما يضربني فكان عندي طموح اروح للمدرسه عمري 4 سنين وكانت المدرسه هي اللي ابويا اللي جابها يعني جاب رفاقه شيوعيين بنوا مدرسه طين بالقريه وكنا نروح يعني مسافه كلش طويله على مود تكون بمركز كل يعني الناس اللي حواليها يعني مرد ابويا مرادها تكون قريبه على البيت بس الا مرادها للناس بالريف طبعا ماكو غير الشيوعيين يجون للريف يعني يجون حفاي ينزعون الاحذيه لان كله طين يا طين يا صباخ وعاقور وشوك فينزعون يجون يعني اتذكر كل زين كانوا يجون لابسين يعني كان الموديل انه لازم يعني ابيض القميص ولازم في ربطه يعني ربط شو يسموها الكرافته او هذه موجوده اي ف وكانت يعني الالوان القاط اللي نسميه البدله يعني كانت يا اسود يا ازرق يعني الوان حيل محتشمه ومحدوده على الرجل كنت اتذكر يجون حفاي ولما يوصل المدرسه يعني يغسلون بالنهر ويرجعون يلبسون الحذاء والجواريب بس احنا كنا نجي حفاي ونرجع حفاي بالطين فالمهم اني ما استحملت يعني تقريبا اسبوعين ورجلي تشققت من المشي بتحملت عندي مشكله يعني انا لحد الان اعاني منها يعني من امشي هوايه اتاذى فقلت لهم خلاص انا صرت دكتوره وبعد ما اروح للمدرسه فواحد من اجدادي قال يعني انت دكتوره يعني شو راح تصير دكتوره حيوانات وفعلا تنبأ لي صرت طبيبه بصراحه يعني قصه ماجده بصراحه قصتك يعني قصه يعني سبيشلس يعني بصراحه ما بعرف شو اقول يعني توقف اللسان عن التعبير بصراحه يعني بس 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 ممكن نشوف هون انه رجل شيوعي ومجبور مجبر يعني ما بيده شيء يعني اذا ما يسوي هيجي راح يظلون يقتلون العشره واحد بعد الثاني واحنا نقتلهم هم يقتلونا فبابا كان يعني امام خيارين واحد امر من الثاني بس هو بحكمته هو شخص حكيم جدا قال لما تكبر هي تكون يعني الامور تغيرت لهذا ما انطى اخواتي الاكبر سنا لكن طبعا هو كشخص يعني بدوي وبعدين تحول الى فلاح ما عنده الثقافه الواعيه شلون يخليني اجابه هذا الالم الى درجه لما كبرت اني وشلت بالكليه صف رابع كليه باقي لي سنه على التخرج حتى اتخرج يعني 5 سنوات الكليه الطب البيطري اجى الشخص يعني ارتكب خطا لحسن حظي ارتكب خطا بسبب وجود طالب زميل لي بنفس الصف كان يعني كل ما يروح جمعه وخميس وجمعه ينزلون لاهلهم كان يحكي له للشخص اللي زوجني يحكي له يقول له ماجده ويانا ماجده شفتها ماجده هو من اقربائه فهذا الكلام خلاه يتشوق انه يجي للكليه ويضرب عرض الجدار كل الاتفاقات العشائريه ما يجوز الرجل يشوف المرأة قبل ما يزوجوها يعني يزفوها إليه ما يجوز يشوفها أنا يعني على مود يعني أعيش يعني أعيش حياتي وحتى أكون ماجدة يعني كنت يائسة ما فكرت أحب زميل ولا فكرت أبني علاقة وكنت في شخصية حتى ما كنت تهتم بشكلي يعني كنت مهملة بشكلي يعني ما كان عندي شعر طويل وضفيرة و يعني كانوا يقولوا لي ليش يعني ما تلبسين مثل البنات ليش ما يعني كنت عازفة عن كل شيء لأنه ماكو أمل ماكو أمل إنه أحب وأتزوج وما كان عندي هذا الأمل كانوا الكل يحبوني مثل أخت كثر ما أنا قريبة من الكل الكل كانوا يحبوني كأخت ما أعتقد أكو حد فكر بي يعني كخيار آخر وأنا هم فرحت إنه الكل كانوا عندهم علاقاتهم وانا كنت يعني الوسيط اللي بين الاحباب يعني يمكن 2 أو 3 تزوجوا وانا سعيت لان كنت احس
بضرورة الحب والخيارات، رغم أنه أنا ما كنت قايلة لأي إنسان يعني عن اللي بيه، ولا أحد يعرفه بهذا السر يعني، لحد ما يعني يمكن كبرت وفكرت أنه أكتب عنه. لكن طول عمري أنا كنت أخشى، يعني أخشى حتى يعني أخلي يعني أسأل أبويا يعني أنا شنو مصيري. فارتكب الرجل غلطة، هو كان شرطي وعنده مسدس، دخل الحرم الجامعي، وأنا كنت متهمة بالشيوعية، وعندي خالي يعني سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وكان معدوم في وقتها، وأني حكمت بالإعدام. ولكن وجهي كان كلش بريء، وحجمي كان كلش صغير، بحيث لما كتبوا عني إنه أنا خطيرة وشيوعية، رجل الأمن هو على مسؤوليته هو طلعني وما تم الحكم، لأنه شاف بوجهي مجرد طفلة وناس يمكن غلطانين أو شيء من هالقبيل. هو بس شيك الأخبار يعني عن العائلة، شاف الأب بعثي، طبعا الأب مجبر يكون بعثي، ماكو عراقي ما صار بعثي حتى يحمي أهله، إذا ما يصير بعثي لازم يموت يعني. وأبويا بعثي كان لحد ما مات هو بعثي نصير يعني، ما صار عضو يعني، لأنه لما تصير عضو لازم تكتب تقارير تأذي الناس، تحبس مجموعة من المعارضة على مود تصير عضو، وكل ما تزداد الدرجة كل ما تكون الجرائم أكثر وأكثر. مهم إجا هو، فما صدقوا يعني، لقوا بالكلية لقوا نقطة علي وضدي، فذاعوا اسمي، أتذكر بإذاعة الكلية قالوا يعني ماجدة غضبان ما مطلوبة كان بوقتها ممنوع اللقب العشائري بس الاسم الثلاثي، فقالوا ماجدة غضبان ما مطلوبة بالاتحاد الوطني. هاي فشي يعني كان يصير يومية تحقيقات، يومية بهذلة، يومية يعني الضابط الأمن يصيح لي، كان أكو 2 ضباط أمن، واحد نسميه ميشة، هاي ميشة إذا شوفني، أو واحد اسمه صباح التكريتي، هذول، وواحد لاخ اسمه أحمد الحديثي، وكان طلب صداقتي مرة، كان باليمن هارب، لا زال باليمن، أو بس يعني ظليت بس أدخل على صفحته بس أريد أشوف هذا الشخص اللي أرعبني، هل هو بشر؟ هذا اللي عدم كومة ناس قدامي شفتهم اختفوا فجأة، يعني هل ممكن يكون بشر؟ هل يحب أحد؟ هل كان عندي فضول يعني. هو ما كان يتذكرني، أنا أحد ضحايا بس هو ما تذكرني، هو بس شاف امرأة كبيرة وعجبه شكلها وراد يصير صديق من أصدقائي، و يعني صدفة كانت، ما أعرف يعني ما أعرف شو أسميها، يعني سعيدة تخليني أتأمل بالنهايات، تخليني أقول إنه الحياة مدوم الأحد، أو تعطيني نوع من الحكمة، أو تخليني أحس بالحزن إنه يعني هذا الفيسبوك جمع كل الناس الأعداء والأصدقاء بهالطريقة، بحيث صارت لي حق مواجهة ويا شخص كتب علي تقرير ووصلني للإعدام. هو أستاذ جامعي ما أريد أقول اسمه حتى لا يستخدم، إذا هو طالع خارج العراق يستخدم أي حق في رفع دعوة، فكتب عني تقارير ووصلني للإعدام، هو ودكتورة ثانية درستني البيولوجي، وبت عمتي اللي هي يعني كلش قريبة يعني so close يعني من ناحية الأقرباء، يعني أمها أخت أبويا ووالدها يصير خال أمي، نحن نتزوج كله بداخل العشيرة يعني. لهذا السبب صارت نكسة من أنطوني، أني نكسة كبيرة يعني، وأني أكثر وحدة كسرت ظهري يعني، كسرت معنوياتي، أذتني حيل. فالمهم لما صاحوني أنا كنت مستعدة لتحقيق ومستعدة للاتهامات ومستعدة لكل ما أي شخص يعني داخل معتقل أو يعرف وعايش بالعراق ويعرف حجم الإهانات اللي تعرض لها الشخص اللي هو مو بعثي. وتخيل كلية كاملة أغلقت وأنا الوحيدة اللي رفضت أكون بعثية، كان عندي استعداد أموت ما أصير بعثية، لأنه ما عندي استعداد إنه الظلم دائما يعني، من طفولتي مظلومة، وجون البعثيين هماتين يجبروني على حزب البعث، وهسه أجوا المتدينين هم جبروني سنين طويلة على الحجاب، فكان صعب صعب يعني علي أتقبل. فكنت مستعدة لكل شيء، لكن تفاجأت إنه أكو شخص قاعد يضحك يسخر من عندي،
ويعيرني انه انت طلعتي متزوجه واحنا ما ندري، يعني انا كنت كذابه وكنت الظاهر انه انا ما متزوجه، ما تتصور يعني حسيت انه اكو خنجر يعني فات بقلبي وطلع. ف اول ما شفت الشخص انا ما شايف، عمري ما شايفته، حتى ما عندي فكره عن اسمه الكامل، يعني ما اجرؤ اسال شو اسمه، بس اعرف انه الاب اسمه مشيمن، ف وانه هو يعني اعرف اللقب يعني هيجي، وانه خضير بالاول اسم، وانه شرطي، هاي كل المعلومات اللي عندي. كان شكله كلش مقبول لا بأس فيه يعني، بس قال لي ما تعرفيني يعني انا يعني زوجك، فقلت له لا ما اعرفك، وهربت ركضت ركضت الى يعني ضاقت علي الكلية، كلية الطب البيطري كانت كلش كبيرة، بس بوقتها حسيتها مثل قفص صغير يعني ما اقدر اطلع من عنده. ركضت كانت ماكو تليفونات سيلفونز ولا اكو شيء، كانت اكو بدالة وحيدة بالكلية، فركضت حتى ابلغ اهلي، لان هذا الشخص من جاي وعنده مسدس، كان اخويا اللي هو اكبر مني مباشرة يعني كان يدرس ماجستير يعني على مود ياخذ جراحة عامة بمدينة الطب. فأول شيء فكرت فيه إنه راح يروح يقتل أخويا، واحتمال يروح يقتل أبويا، وما يعني أكثر شيء فكرت بسلامتهم، لأن أنا رفضت التعرف عليه، رفضت إنه أقبله كزوج، وإضافة إنه الأمن يعني انصدموا إنه أنا متزوجة، وصار يعني لازم يعني يقبضون عليا، فلأنه أكو فد يعني واحدة متابعيها طول الوقت وتطلع من زوجها وهم ما يدرون، يعني هذا فشي قال هاي يعني يمكن عندها بعد أسرار أخرى ضامتها. فقلت لها الموظفة رجاء أنا عندي حالة خطرة، واتصلت قدامها قلت لها، طلعت لي أمي قلت لها يما أنا بحق يعني بوضع خطر، خضير اللي انت تتذكرون زوجتوني اياه وانا طفله اعتقد هو بالكليه، قلت لها هو شرطي، قالت لي ايه شرطي، قلت لها عيونها خضراء، قالت لي ايه عيونها خضراء، قلت لها شكلها حلو، قالت لي ايه شكلها حلو، قلت لها هو موجود ويدعي انه هو زوجي، فقالت لي لعد لازم نبلغ العشيره كلها لانه كلهم معرضين للقتل ما دام انت رفضتي، وهذا خطأ كبير ارتكبه. وامي قالت لي لا تخافين احنا جايينك ونشرح للكلية يعني شنو الموضوع. اني اعرف اكو دكتور ما اعرف اذا كان عايش، فاني ارسل له كل التحيات، اسمه ماجد حامد الجيدي، صار بعد الاحتلال صار هو عميد كلية الطب البيطري، والتقيت بيه بالكلية، اني رحت سلمت عليه. أول شخص أفكر به هو من منطقة الحي اللي هي قريبة كلش على قلعة السكر، يعني نفس لهجتي نفس طباعي نفس الأخلاق الموجودة، فرحت. وهو كان يعني هماتين أيضا الوحيد من الأساتذة اللي ما كان منتمي للحزب البعث، فقلت له أستاذ أكو يعني أكو اختصرت له القصة، قلت له أكو شخص مطيني فصلية إله ويريد هنا ياخذني بالقوة يعني، والأمن تعرف وضعي وياهم، فقال لي ابقي بالغرفة راح اقفلها عليك ولا تطلعين. فبقيت بالغرفة مالت الأستاذ إلى يعني يمكن ساعة، لأن أنا كنت الكلية بأبو غريب وأهلي بالحرية، ف يعني مسافة على ما يخبرون كل العشيرة ياخذون إنذار جيم بالجيش، أخذوا إنذار كلهم، فكان صعب كل شيء وصلوا لي يعني بسرعة، لأنه لازم يبلغون الكل ولازم الكل يتجه نحو قلعة السكر، لأن هذا خرق اتفاق عشائري وراح للبنية فورا، وهذا بيه خطورة، معناها كسروا الاتفاق، معناها يردون يقتلون أو يردون ياخذون البنية عنوة يعني. ف اللي اتذكره انه جوني يعني وطبوا على عميد وعلى ضابط الامن، قالوا له هي ما تعرف، انا يعني لحد هذا الوقت ما كنت تعرف انه اكو عقد، ما كنت تعرف يعني، عمري 22 سنه ابويا ضام العقد بصندوق هندي قديم حديد يعني حتى لونه حلو، الوانه حلوه مزخرف، وهناك ضام العقد وبالخطأ يعني، في اليوم بعد ما يعني اجتمعت العشيرتين وقرروا انه
ما هذا خرق. ألو، نعم، وياي؟ أسمعك أسمعك، أنا بس طفيت الميكروفون مشان ما يطلع الصوت من عندي. نعم، أوكي. فأني حسيت يعني شنو، أني هل يعني أنا خطيئة، أني نزلت خطيئة أمشي على قدمين، يعني هاي العشائر كلها راح تقعد والرياجيل على مود أني، يعني اللي عمره 22 سنة واللي زوجوني عمره سنتين. ف يعني ما أعرف شلون أشرح على مود أقول لكم حجم الرعب، حجم الإحساس بأنه أني لا شيء، الإحساس بأنه أني بضاعة وجاي يتحاورون حولها، الإحساس بأنه أني عبء على أبويا، عبء على أخويا، عبء على العشيرة. أنا لو كنت متزوجة كان مالي أي حقوق، وكان صر بس خدامة ويضربوني، يعني ما عندي أي حقوق أي شيء. فيعني هذه الخطأ اللي هو سواه، واللي يعني حفزه إلى واحد وياي بالصف، وهذا الشخص اختفى، يعني ما أعرف وين هو بعد حرب الكويت، اختفى، يعني ما نعرف أسير أو ميت، ما أعرف وين بي وين صار يعني. بس هذا الشخص اللي سوى هذا الشيء حتى يأذيني، يعني انقلب إلى شيء ضدي، يعني وياي مو ضدي. وتحررت، تم الاتفاق بين العشرتين انه ذاك الوقت انا كنت اسوى كان سعره 3000 دينار ونص عراقي، كان الالف ال 300 دولار تطلع 1000 دولار، فالالف الالف دولار العراقي لازم تضربها في 3 حتى تعرف ايش قد سعره يطلع بالدولار. يعني 3000، نقول 3000 في 3 9000 دولار ونص وكسر، يعني ما اعرف يجوز يوصل 10 او 11 بس مو اكثر. طبعا هذه ال 10000 هي تقريبا فصل بس واحد من المصاريف اللي تصرفها عليه الدوله في وقتها، يعني 10000 20000 دولار على مود اتخرج من صف واحد، وكنت استلم وياها 30 دينار عراقي تساوي 100 دولار امريكي. وبس اخوان العرب كانوا يستخدم يعني يستلمون 300 لان كانوا هم مفضلين على العراقيين، وكان عندهم سكن وماكل وكل كل اللي يريدوه، اضافه الى امكانيه انه يكتبون علينا تقارير، اذا ما عندهم ضمير يقدرون يكتبون تقارير ويتعاونون ويا الامن ونروح احنا نعدم بسببهم. كان ظلم من الوطن، يعني ظلم من صدام، ظلم ما عندي أنا، ما معتبره بشر، ما معتبره إنسان، أنا مجرد شيء يتفقون عليه العشائر على مود، يعني هم أخطأوا، الذكور أخطأوا بيناتهم، قتلوا شخص وأنا دفعت الثمن كل طفولتي كل شبابي، إضافة إلى أنه أنا ظليت ضحية، يعني ضحية لل اضطهاد اخويا الي. لا زال اخويا يعني ما يطيقني، ما اصور يطيق يشوف هذا الفيديو ولا حتى يعرف انه انا طالعه فيديو، لان الضرب اللي كان يضرب لي اياه يعني كان يتوقع انه انا ينكسر، انه انا اكون شخصيه فاشله، اكون شخصيه بدون انتاج، شخصيه ما ممكن تكون دكتوره ولا ممكن اصير. هو يعتقد انه اني فتشي خطا يعني. فلما رجعت للبيت بعد فتره والدي كان يدور بالاوراق، فكنت اساعده لان نظره ما يساعد يشوف، فشفت لقيت طلاقي، ورقه طلاقي. فقلت له شنو هذه، شنو هاي الورقه، شنو طلاق، ليش هو اكو عقد لو مجرد اتفاق بين عشيرتين؟ قال لي لا اكو، قال لي شفتيها بحيث سوى حركة بالعراقي شي سووها، يعني أسف، يعني أسف، تأسف إنه أني آخر أي آخر شي شفت هاي الورقة اللي هو ضامها عني وده يحفظ حقوقي بيها، لا يجي يعني مثلا يموت أو شي ورجعون يطالبون مرة ثانية شيء يعني. فقلت له إيه شفتها، بس ما ناقشته، يعني اثنيناتنا كان واضح علينا الألم، بس ولا مرة بحياتي
وحتى من توفى والدي ما ناقشته، لأن أنا كنت مقدرة الوضع اللي هو بيه. أنا راح أبكي. والله بتفرحيني يا ماجدة، بصراحة بصراحة أنا يعني ما أحب أبكي، لأن أنا خلاص يعني أنا كبرت. أنت إنسانة قوية وواضح، يعني أنا كثير كثير ما بعرف بجد بجد ما عندي شيء أقوله، يعني أنا كلي آذان صاغية، وأنا يعني لا بالعادة بس بصراحة بالعادة بفتح السكايب عشان المداخلات شيء هالحلقة، أي أصدقائي أنا ما راح أفتح سكايب، ليش خليهم؟ لا مو هيك يملون يعني. لا 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 لا، الحلقات القادمة أكيد في عنا حلقات قادمة كثيرة راح نسويها وممكن نتناقش شيء، بس أنا ما قد ما يكون فاهمين شنو يعني فصلية، شنو نظام الفصلية، قد تكون عندهم أسئلة، لأنه إذا احنا بدينا بهذا الشيء يعني وراح نحكي عن أمور أخرى، ف يعني بالعكس أريد أشرح أكثر عن نظام الفصلية يعني إذا تحب يعني على راحتك. تفضلي تفضلي، الحلقة كلها لك بدك بس نعم، يعني بس احنا علاقة الدين، إذا بس تشرحي علاقة الدين كمان المتداخلة بهالمجتمع هذا نعم العشائري، يعني شو في منهم الشيوعيين، يعني المفروض يكونوا مثقفين الماركسيين، المفروض يكونوا واعين، ومع ذلك العشائرية طاغية انت يعني تدري، انت تدري حتى صدام ما قدر على العشائرية الا يعني بدا يعزم العشائر في يعني يجونه يعني غصبا على يعني شيخ العشيرة يجي له، لازم يجي له فيعزمهم، وكان يحط لهم اكل، وكانوا شيوخ العشائر ورا فترة يموتون، ف زرع فتنة بعدين بين العشائر انه من يختارون بديل. احنا عندنا يعني كل شيخ، انا ما شايفه شيوخ يموتون يعني بسرعه، يعني مثل اللي صار بالجمله زمان صدام كان يعزمهم ورا فتره سرطان، ورا فتره ما اعرف ايش حطوا لهم بالاكل. المهم هو ما قدر على نظام العشائر وحمايته للافراد الا بهالطريقه بالاخير، انه كسر يعني ضاع شيخ العشيره، وبعدين زرع بين العشيره نفسها اكو بعثيين، هذول البعثيين هم مطالبين بان يكتبون تقارير على الشيخ، يعني راحت هيبة الشيخ. إذا الشيخ ممكن بأي لحظة يصير هو سجين وينحكم عليه بالإعدام ويتعذب ويغتصبون زوجته قدامه وبناته كنوع من التعذيب، فإذا هزلت يعني بعد ما بقت عشائر. يعني أنا أستغرب هسه يعني يقولوا لي إنه يعني على مود عركة بين يعني أولاد يعطون 10 نسوان، 10 نسوان يرحم بدون مهر بدون حقوق، الطفل اللي جيبه مغضوب عليه، هي تصير خدامة يعني ما لها حق تروح لأهلها. يعني ما أقدر أحكي لك شنو حياة الفصلية، البنية الفصلية يعني الموت أفضل لها. يعني أنا لو كانوا مزوجين فصلية يعني كنت أذب نفسي، يعني ما أقدر أذب نفسي بنهر لأن كنت أعرف أعوم يعني، بس كنت أسوي حل يعني ما أبقى ويا رجل يغتصبني وأنا طفلة. فكانوا ناويين يعني إذا ياخذوني وينتظرون مثل الرسول من انتظر عائشة. بالضبط بالضبط، يعني هي هو تراث جاي من هالواقع، من هو لما محمد يعني سوى هاي الشغلة يعني وقرنها بالله، يعني لما هو سواها أمر إلهي انه يعني ياخذ هاي زوجه الى الطفله، وانه مو غلط شيء اكيد يعني، وهذا مجتمع بدوي اصلا هو متقبل للاضطهاد، رغم انه المراه كان لها حريه وكان لها حريه سياره قومها ايضا، كان لها هواي حقوق يعني، وكان ماكو هلقد تسليط خلينا نقول يعني فد ضغط كبير على موضوع الجنس، يعني هواي حط موانع الجنس، كان اكو يعني هواية طرق على مود يحصل عليه الفقير والغني، هو يعني ما سوى شيء بدون معنى. انا اعتبر القرآن هو بيه 3 اشياء، يعني القرآن بيه عقد محمد اللي عانى من عندها، وبالتراث يعني الوثني والتراث الإبراهيمي السابق كله موجود بس بشكل مشوه ومقطع، وعلى متستكملة معظمهم يعني مفسرين لجأوا للكتب القديمة يعني للتوراة والإنجيل على مود يعرفون بقية القصة.
فلهذا تزدحم كتب المفسرين بتكملة القصص اللي محمد حط بس قثم بن عبد الله. ماجدة، أنت آمنتي في لحظة من لحظات من بحياتك، آمنتي بالله مثلا، آمنتي بالتعاليم الإسلامية بالأشياء؟ أي حد من السادس ابتدائي احنا يقولون الإعراب أشد كفرا، يعني أهلنا ما لهم علاقة بالدين، أهلنا كل اللي يعرفوه عن الدين، وهذا طبعا كل الجنوب كل اللي يعرفوه عن الدين هو الحسين وعلي أو بس، ما يعرفون شيء ثاني. الزهراء هي الزهراء زينب، المهم آل بيت الرسول، لكن الرسول ما هالقد يهتموا له، ما يهتمون بالقرآن. هاي كل الشيعة حتى علمائهم يعتبرونه حذفت من عنده، عندهم يعني العدد 17,000 آية، فشلون صار 6,000 آية؟ فما يعترفون به، بس هم ما يقولون من اعترف، لا هم يعتمدونه، لكن يعتبرون اللي باقي اللي انحذف من عنده مكمل، اللي يعني شلون يكملونه بذرية علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء. هاي الذرية هي اللي كملت بقية وين يرجعون، يعني لما الشيء عسى عليهم ما يلقوا له جواب بالقرآن، فيهتدون بالأئمة من علي ونازل، يعني الحسن والحسين وأولاد الحسين. وأولاد الحسين يعني هم كلهم انقتلوا، وبقى بس واحد اللي هو ابن جارية بنت كسرى، يعني أخذوها بالحرب، إنه كان ثلاث بنات، واحدة أخذها عمر يمكن، واحدة الحسين، واحدة محمد بن عمر الخطاب. صور يعني قعدات القصة. عفوا، نعم، كان اسمه محمد حنيفة هو اللي ما انقتل، ما هيك ولا أنا غلطان؟ اللي محمد يعني ايش تقصد، يعني على اللي اخذ كسرى اولاد علي بن ابي طالب من اولاده؟ اي اكو الحنفيه يسموه، واكو لا اولاد علي بن ابي طالب هواي اللي انقتلوا، معظمهم انقتلوا، يعني ما بقى احد من عندهم، ف يعني ما ينحسبون، يعني اذا احسب لك اياهم يعني هوايه، يعني بواقعه الطف 70 رجل، الاطفال معظمهم اختفوا بالباديه، يعني هربوا من هول الحرب، لان حرقوا الخيام، وهواي اطفال اكو، هواي كل واحد عنده جاريتين ثلاثه واربعه خمس ما اعرف ايش قد متزوج، فاعتيادي كل واحد عندها اولادها، وما اعرف شنو الحكمه، يعني جايبهم من الصحراء هذا الطريق كله، يعني انت جاي تحكم ليش جايب عائلتك وياك، يعني هذا عدم احترام للطفوله. صحيح الشيعه راح يزعلون، انا مو ضد الحسين، لا انا وياه، يعني ويا ثورته، بس اكو اخطاء، الخطا مثلا ليش هو عنده جاريه؟ ليش يرتضي انه ياخذ واحده متملك ويعيشها بخيمه؟ يعني عايشه بالعز بتكسرى بتملك، مهما يكون هي بتملك، وحتى لو مو بتملك هي بشر، ليش تاخذها جاريه؟ يعني هي الجاريه هذه هي العصا اللي يتوكى عليها الفرس على مود كل مره يضربونه ويأذون العراقيين. يعني العصا اللي هشموا بها العراق هي التشيع. التشيع كلها خرافات، كلها خرافات إيرانية، يعني حتى هذا المهدي اللي 24 ساعة عجل الله فرجه هو ما له وجود أصلا. يعني أقدر أقول لك المذهب الشيعي بشكل كامل مبني على الخرافة، وأنا أعتقد لو يدرسون قصة الحسين ضمن الميثولوجيا يعني هواي أفضل مما يدرسوها كواقع وكتاريخ، ماكو أي شيء يدل عليها عدا أنه يعني المقتل اللي عندنا محفوظ بالشيعة، ثم رآه ثم كلموه ثم قال له ويقروها بصوت حزين. عدا هذا ما عندنا شيء تاريخي يعني حقيقي يثبت القصة، هي رواية واحدة وأكو روايات تخالفها، يعني الجيش الصور يعني يقال إنه 1000 رجل، ما نعرف التعداد، يعني معظمهم بالواجهة كانوا أقرباء الحسين، يعني هم ما جابوا لناس غربة، ما جابوا له عراقيين وكتلوا، لا جابوا له ولد عمه ولد خاله، يعني هو جيش يزيد، يعني مو جيش عراقي، ويزيد كان بدمشق، فأنتوا أنتوا اللي قتلتوا. ماجدة، أنت آمنتي قلتي بالابتدائي كنت؟ نعم بي، أنا آمنت وقلت لك، يعني إحنا إيماننا يعني كان بس أتذكر كل زين إنه يوم مقتل الحسين، يعني باشر ينقتل الصبح، احنا نظل الصبح نلطب ونفتر على البيوت، اول مره تبدي من اكبر بيت، يعني شيخ العشيره
وينطلقون نحو البيوت الأخرى، ونظل إلى أن نصير مجموعة نساء كبيرة ورياجيل في المكان الآخر يطبخون وشغلات يعني مالت الرجال، القهوة والمعرفة إيش، ويقعدون يقرون قرآن ويقرون مقتل. مقتل الحسين كان مشهور الكعبي، يعني أشهر شيء أتذكره كنا نسمع الكعبي اللي هو سمح به أول مرة عبد الكريم قاسم، كان ممنوع بالملكية وخلاه يذاع عبر الإذاعة، فأتذكره كل الزين، ولا زال هسه موجود. هو أفضل مقتل يعتبر، يعني ما يأثر بيهم العراقيين غير المقتل مال الكعبي. ف خلينا نسأل هون، لما كنتي متدينة كيف طلعتي من الدين؟ كيف شكيتي بالدين؟ كيف بدأت المسألة هي ولوين وصلت معي؟ يعني كنت أحكي ويا أمي، يعني أسألها أقول لها عمر عثمان، تقول لي دول مو مسلمين. تقول لي، أقول لها عاد منو مسلم؟ تقول لي الحسين وعلي، لأن هي أصلاً هي من البادية ما عندها فكرة، وهم البدو ما يعرفون الإسلام هالقد، يعني ما يهمهم، عيشتهم على الجمال والهاي، فالشي يعني لهم الله، يعني راح اجى مكة سوت الله لأنه صارت عندها تجارة، رادت دولة، رادت دين موحد، يعني رادت تخلي هاي الأصنام كلها يعني تصير بإله واحد، هم يتحكمون بيه ويقدرون يعني يسوون إنجازات يعني اقتصادية. فبالنسبة لأهلي يعني شنو فائدتهم من الله يعني؟ فأني بديت أصلي وأقرأ الأحاديث لأمي. أمي كانت تقول لي هذا اللي تدرسوه هذا مالت صدام، يعني هذا الدين مال صدام مو الدين مالتنا إحنا. و يعني أتذكر واحدة من خالاتي كانت تقرأ القرآن كله خطأ، يعني أنا أقول لك، يعني كانت تقرأ ليلة القدر تقرأها كالتالي: ليلة الغدري وش مدري كشن هي ليلة الغدري، تسوالها ألف شهري، تنزل الملائكة بيها وسلام لو من يطلع الفير، الفير يعني الفجر. وبالفعل هيك لازم تنقرأ يعني، وكل واحد بلهجته. اي فهي يجي ابن بيتها يقول لها مو شيش تقريها غلط، يعني انت تقريها غلط، تقول لها اسكتوا لك هذا قرعان صديم، قرعان يعني غرعان هم يقولون يعني قرآن، تقول لها هذا قرآن صدام. فكان المعروف انه كل اللي انا احكي به عند اهلي ابو بكر وعمر وعثمان، وما حد يجيب طالع علي بالدين، يعني علي محذوف. هو صدام اظن فرض الاسلام السني على العراقيين. هو ليش لعد الشيعة هسه يعني خلي اقول لك فرحانين، يعني يمكن اللي خلاهم يفرحون الشيء الوحيد، الانجاز الوحيد اللي حققوه الشيعة انه يروحون يزورون المراقد، كانت ممنوعه عليهم، مو ممنوعه، بس صدام كان زين بهاي الشغله، يعني ما يريد هاي الهوسه مالت التطبير وتتوقف حال الناس 40 يوم، يعني هو يريد دولة يحكمها بالنار والحديد، شنو الناس تطلع تتطبر وتشال سلاح؟ هذا الشغلة منعها فور وصوله للحكم، منع شغلات حلوة همه، يعني لمتنا والقرايات، القراية هي قراءات مقتل، يعني هي عبارة عن رؤية نساء، وحدة دائما بعد عاشور يعني نسوان تتزوج، لأن لبسن أحسن لبس عدهن و يتزينن يعني ويلطمن، هو عبارة عن احتفال طقس، يعني ما له علاقة بالحزن، مو مثل هسه. هسه لا، هسه فعلا حزن، مو بس حزن، حزن وخسائر وموت وما بي أي بهجة، يعني تحول الحسين إلى فشي يزعج الناس. مهم أريد نرجع على ال آني شنو شتقرأ؟ آني شتقرأ الدين السني، أنا ما عندي علاقة بالدين الشيعي لأنه أهلي مو فارضين عليه التشيع، ولا فارضين عليه الصلاة، ولا هم أصلاً يعني أبويا ما كان يصلي. وذكر أمي من الصلي، يعني الصلي تقول يجوز أكو الله، يعني خلينا نصلي. يعني ما مقتنعة. وبعدين يعني كانوا ما يعرفون أحكام القرآن، مثلاً واحدة من بيبياتي خوات اثنينهم من زوجات نفس الرجل، يعني أحكام التحريم الموجودة بالقرآن ما كانت تسري على عشيرة،
لأنه بدو بعيدين عن الكتاب القرآني. فأتذكر كل الزين أنه اثنين من جداتي كانوا خوات زوجات رجل واحد، وبعدين الرضاعة، الأخوة بالرضاعة كانوا يتزوجون. فهواية من حالات الطلاق حثت ونسبوها، هي أنا أعتقد حثت بسبب الأخوة والعشرة. يعني إحنا ما كنا نحب نتزوج أقربائنا، لأنه كلش عايشين ويانا، ناكل ونشرب وننام سوا، ماكو هذا الهوس، هاي بنية وهذا ولد وروح نسبح بالنهر كلنا سوا. يعني كلنا، شوف أولاد وبنات كلهم بالنهر، ماكو يعني الولد يقعد يتساءل يعني ذا البنية شنو شكل جسمها، العضو مالتها شلون يصير، ما عندنا هذا الشيء، هاي العقدة مو موجودة. هو بس حياة البدو بصراحة، كل ما ابتعدتي عن القرآن وعن الدين وعن المشايخ بتكون أبسط الحياة، تكون كلش بسيطة. بسيطة يعني، وما عندنا عقد، وكل ما يتزوج بتعمه وانتهى الموضوع. يعني حتى البنية بس أول دورة تجيها وثاني دورة هي حامل متلحق يعني، والولد هم بس يبلغ يعني أبوه أو أمه يفتشون ملابسه الداخلية، بس يشوفون عليه أثار البلوغ ورسم يزوجوه. فما كان اكو خيار يعني، ما كان اكو وقت للانحراف. المهم اني كنت اقول لها لامي واشوفها تصلي، بس ما تطلب منها نصلي. وبعدين كان بشكل عام بالعراق، يعني الفترة اللي انا كبرت فيها بالسبعينات، كانت معظم الناس يعني مهيئة للحكم الشيوعي. كانت الشيوعية منتشرة، باقي بس كم سنة على ود يلغي مجلس قيادة الثورة، يعني 86 المفروض يلغي مجلس قيادة الثورة وصار انتخابات. فالشيوعيين كانوا 100% يفوزون، لكن يعني هم ما يخلون الشيوعيين يفوزون. يعني من الغباء انه الشيوعي يقعد مأمن وهو مكشوف ومعروف فلان ابن فلان وراح يخليه يحكم. يعني هذا انا اعتبره اكبر خطأ سواه الحزب الشيوعي العراقي، لان وراها مو بس الحزب الشيوعي العراقي، كل الاحزاب العربية كانت حيل حيل يعني معتمدة على حكم الاتحاد السوفيتي بشأن حكامها. يعني الشيوعيين كانوا المصريين يسألون يا بن ساند، نساند عبد جمال عبد الناصر، يقول لهم إيه ساندوه. احنا العراقيين كنا نسأل المخابرات يعني السوفيتي يا بن ساند إيه ساندوه. لكن بالواقع هو أصلا الاتحاد السوفيتي كان منخور، كان غورباتشوف وبكته هو اللي بالمخابرات كان يهيئ الاتحاد السوفيتي للسقوط. فكان المفروض يعني الحزب الشيوعي ما له علاقه، يعني شنو التبعيه يعني بالضبط مثلها ومثل تبعيه الشيعه للحوزه. نفس الشيء انا اعتقد الشيوعيه مثل الدين، يعني نفس الشيء، يعني شوفهم مثل مذهب يصرفون، مثل الدين عقيده كانهم، مو فكر حر. هذا السبب السقوط، يعني الافكار جميله ورائعه بس سقطت لأن تحولت إلى دين، والدين يعني ينتهي إذا ما يكون ثورة وحرية ويا الإنسان، يجي يوم ينتهي. وهذا اللي صار يعني، وأنا كنت متوقعته، وهذا اللي خلاني أطلع من الحزب الشيوعي. هو فكر شمولي، يعني بالنهاية فكر شمولي، يعني حتى إذا كانت مبادئه فيها شيء من يعني الإنسانية، أو يعني هي اللي راحت الإنسانية للعمال وهالمسائل، بس بالنهاية يعني صار فكر شمولي يعني. وفكر الشمولي بسعره بسعر أي دين بأي أكيد أكيد، ديكتاتورية يعني. وهذا اللي صار، إنه إحنا اعتمدنا على حكم شمولي. حكم شمولي ما يعرف مستقبله، ما يعرف شنو الجوال، ما ينطي حق يعني لو كانوا الناس تحكي شنو اللي يصير كانوا عرفوا. لو كان أكو نقد ونقد ذاتي مثل ما موجود ببرنامج الحزب الشيوعي كان عرفنا شنو أخطائنا، كان وصل صوتي وصوت غير اللي اعترضوا على الحفلات وعلى الكشف عن أسماء الشيوعيين. كنا نجمع كلنا بيت واحد، يعني الامن خارج البيت جاي يحسبون فلان 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 بالحفله، يعني يعرفونه. يعني بحيث لما صدام استلم الحكم بمجرد لمونه، يعني اللي قدر يعرف تاكد انه صدام راح يقتل الكل فلت يعني شرد، واللي ما قدر لليوم احنا ما نعرف مصيرهم. بعدهم السجون العراقيه مال صدام لحد الان تحت الارض مجهوله الخرائط. اصلا اللي اجوا حكموا العراق ما سالوه وين السجناء، سألوه على قضية كلش تافهة اللي هي قضية الدجيل. يمكن أقول لك هي أقل عدد يقتل من العراقيين بهذه الحادثة،
واقل عقوبه تنزل بالعراقيين في هاي الحادثه. صدام كان ما كان عنيف بوقتها، كان بعده بداياته. واصلا اللي اجوا بعد صدام هن الاسلاميين العراقيين، يعني ما سالين على الشيوعيين نهائيا ولا لهم علاقه. حتى يعني تصور انه شيوعيين، يعني شو اقول لك، بكل بيت اكو ثلاثة اربع شيوعيين، ولما انقتلوا يعني مو يا ريت يسلموك الجثه، ما يقولوا لك هو وين نهائيا، يعني ما يقولوا لك. فانت بس مجرد ابنك يختفي تسكت، لازم ما تسال بعد، اذا تسال يعني انت تجيب مشكله للباقين. فكنا حتى نريد نسال اذا ماتوا او احياء، يعني امهات تروح تبكي، يعني ما ينطوهم خبر. احنا خالي عرفنا بيه بعد الاحتلال، يعني شفنا انه هو تم اعدامه، يعني اكو ثلاثة اربع تواريخ اعدام، بس الاكيد انه على اساس 83. احيانا يجمعوهم للاعدام ويصيحون قسم، وقسم يرجعوهم للرعب، يعني يجيبون مثلا فد 40 واحد يصيحون مثلا فد 10 ويرجعون الباقي. فاكو لخبطه بالاوراق كانت، يعني ما افتهمنا، بس عرفنا انه سنه 83 معدوم. وانا اتمنى انه يكون فعلا مثل ما موجود، انه ميت بالتعذيب، اتمنى انه مات يعني ورا 3 سنوات من الحبس مالته. المهم نرجع على التدين مالتي. اني كنت اقرا الاحاديث، احب الاحاديث والتربيه الدينيه. بقى صدام كانت جميله، يعني منتقين افضل الاشياء بالدين الاسلامي اللي هو القران المكي. ما نعرف اشي عن الاحكام، ما ملزمين بالحفظ يعني القران، يعني بس الايات القصيره، الفاتحه، المعوذات، ابدا ما ملزمين بالسور الطويله. والصلاه يعني كنا نجيب حجاب يعني ابيض على راسنا، بس هم ما ملزمين جدا، لان صدام ما كان يحب الدين، يعتبره اول ما حكم هو كان الى جواره ايران، ثوره ايران. فنفس الشيء، الشيوعي عدوه والمتدين عدوه، اللي يصلي يروح للجامع يختفي، والبنيه المحجبه هم تختفي. يعني الدين ممنوع والشيوعيه ممنوعه، ما نعرف شو يريد صدام. قوم جي عروبي اثنيناتهم ممنوعين يعني. ف كنت يعني حاولت اصلي عده مرات، بس كان الكل يسخر من عندي، او فشي غريب، ويعتبرون الانسان اللي وقت يعني بهذا الجو الماركسي اللي يصلي صار بيه يعني هوس، او صار عنده مرض نفسي، او يعني هذا اللي يصوروه يعني. كانوا بعدها حسيت بسبب الكتب اللي قريتها، يعني اساس ابتدائي كنت مكمله يعني الماركسيه اليمينيه، مكمله راس المال، مكمله الروايات العالميه، مكمله يعني شو اقول لك، يعني ساني اضحك لما كنت بالعراق اشوف الشيوعيين حاطين يعني غرفه للصلاه، والنساء رفيقات شيوعات كلهم محجبات. اقول يعني معقوله اني وانا طفله اعرف ان الماده بالماركسيه لا تفنى ولا تستحدث، يعني لا ممكن تنخلق، يعني واحد يخلقها من لا شيء، ولا ممكن تنتهي الى لا شيء. فعلى اي اساس هم دي يصلون يعني؟ شلون جمعه بين يعني احس اقول هذا الخراب اللي صار بينا هو بسبب جهل المثقف مالتنا، يعني الشيوعي اللي كان هو اكثر واحد مثقف هو يجهل ما هي الشيوعيه، يجهل ما هو المجتمع المدني. فشلون يعني شلون نقدر نتوقع ان الانسان البسيط يقدر يتغير؟ المهم بعدها شكيت، يعني فجاه هيك في لحظه قلت يعني وين ممكن يكون الله؟ يعني ليش؟ يعني باوعت على طفولتي، باوعت ما عندي حقوق، باوعت الله المفروض يعني يحبني كانسان خلقه او جد على الارض. زين ليش انا هيجي؟ ليش انا انضرب؟ ليش انا بنيه ممنوعه من اللعب؟ لازم بس اغسل المواعين، بس اخدم الخطار. ولا وكنت احب القراءه، فكان اخويا هواي يبتزني، يعني هو يحصل فلوس من ابويا يروح يشتري مجلتي والمزمار، يعني كان يعذبني على مود يخليني اقرا مجلتي والمزمار. وكنت احبهم اني، وما كان يحق لي، يعني اخويا كان يحق له يشتري ويجمعهم وانا ما كان يحق لي، اخويا كان يحق له يلعب وانا ما كان يحق لي.
اهلنا كانوا يعني اهل كرم وضيافه، كنا احنا 5 بنات في خدمه الكل. يعني ليل نهار احنا نشتغل، ما كنا مزعوجين، اخواتي ما حسيت فيهم مزعوجين. كانت عندي اخت واحده بس طائره يعني توفت مثلي، وهم شاعره هي، واصدرت ديوان واحد وماتت بالبرم براسها يعني بلندن، واندفنت هناك، و يعني ماتت قبل اوانها، يعني كلش متاذي عليها. بس بقيت اخواتي تقريبا 2 منهم هسه متدينات، وبناتهم كلهم محجبات، كلهم يصلون يصومون، بس يعني ضد التعصب، يعني لا زالوا منفتحين، لا زالوا يؤمنون بالحرية، يعني حرية الخيار، يعني لازم الإنسان يختار، ما يصير يجبر. وعندي أخ ملحد، يعني ما يؤمن بأي شيء، ويحشي عالم الإلحاد بنص العراقيين وما يخاف. حتى مرة جو الجيش المهدي كتلوه، فتح لهم صدره قال لهم كتلوني، تردون تكتلوني كتلوني. هم جيش المهدي معتمدين على التخويف، يعني تخويف الناس. فتح لهم صدره، يعني خافوا من الشجاعة اللي هو بيها، ما قدروا يكتلوا، هربوا يعني قدام. لا زال لحد الآن يقول هو اللي يريد يقتلني ويعود يروح للجنة خليه يقتلني. برافو برافو. اي فهو مو بس هاي، يشرح لهم، يشرح عنده خلق طويل، يشرح للناس القرآن والآيات اللي بيه، يقول لهم ما يصير يعني الإنسان يؤمن براب يوميا يغير رأيه يعني في شأن الأحكام، مرة لا تسكروا قبل الصلاة، ومرة يحرمها، ومرة يعني محمد على شهواته، يعني مرة زوجه يعني هذه زوجة ابنه شو اسمه بس ذكرني، حارث، زيد بن حارث، اي اليهودي اللي كتب القرآن، ومرة يعني هو الوحيد اللي عدد غير محدود من الزوجات، وكل شيء كل شيء مباح له. ف لا بنهاية حياته حلل له ما أراد من النساء، يعني إذا واحدة متزوجة على زوجها أن يطلقها له. اي نفس الشيء صدام، هو كان ايش يسوي؟ كان اي واحده يريدها الزوج يطلقها، وهو يعني ممتن لصدام لانه تركها عايش وتروح ياخذها. يعني هو نفس انا اعتقد حكمنا صدام لانه قبلها كان حكمنا الاسلام، واللي يعني اللي سبب، يعني الناس اللي كتبت على الشيوعيين، ويعني كل واحد بمنطقته كتب من الشيوعي، هو لانه بداخله اكو مسلم يصور انه ذول الملحدين لازم يموتون. فهذا اللي وصلنا يعني. وبالتالي لما العراق يوصل هالمرحله، هذا النتيجه طبيعيه لان ما خلوا عقل يفكر. صدام ما خلى واحد يفكر. اكو محاضره حلوه المفكر يوسف زيدان المصري يقول يعني احنا مصر ما يصير بها اللي صار بسوريا والعراق، لأن هناك حزب البعث قتل كل المفكرين، ما خلى أحد، فظلت الناس البسطاء أي واحد يجي يقوده يصدق ويعني يضيعون. بس إحنا بقينا لازلنا نقدر نلقي محاضرات نوعي الشعب المصري ونمنع، وفعلا الشعب المصري شعب واعي، بس لازالوا يشتغلون عليه على مود يوصلون نفس المرحلة مع سوريا والعراق، لازالوا يعني بهذا الطريق. بس مهما حاول اظن، يعني بما انه مصر ما فيها بعثيين فاظن الحمل اخف بيكون عليهم. اكيد يعني هو اللي ما حكم حزب البعث ما يقدر يعرف شنو يعني صدام. يعني حتى انتو لا انتو ما تجون مثلنا. لا 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 اختي، الاسد سوى فظائع ما بعدين صدقيني، نفس السياسه ما تغيرت. يعني عنا يغتصبوا نسوان المعارضة، ومهما كان معارض الأسد يغتصبوا أمه وأخته قدام عينه، يعني نفس الشيء الشاكلة ما تطلب شنو يعني. نفس الشيء، تعرف الميليشيا سوت، يعني ميليشيا يعني هسه الموصل، يقولون ليش الموصل سقطت؟ الموصل سقطت هي إلها المالك للسقوط، يعني المالكي هي المالكي هو كان مطلوب من عنده أنها تدخل داعش، مطلوب من عدن ينفصل السنة عن العراقيين، والشيعة ينفصلون والأكراد ينفصلون، هذا هاي مهمة المالكي كانت. ف شنو اللي سوى يعني المالكي؟ يعني يجيب واحد يعني أبوه يعني يتيم قتله صدام بحرب الكويت أو بحرب إيران،
يعني بالجيش، هذا كل اللي عرفه انه اللي حكموه سنه، نعم اللي حكموه صح ان شاء الله، اللي حكموه سنه، ف يجي يعني يعتبر السني هو بالضبط مثل ما السني يعتبر الشيعي، يعني بعد اوجب من اليهودي بالقتل، فيجي يعني ما يخلي الرجال بالموصل يفوت اذا يعني ما يطيق، يعني اما يدفع له فلوس او ياخذون نسوانهم يغتصبوها قدامهم. يعني هذا الشيعي متربع على الحقد انه ابوه قتل صدام، وفعلا هم اهل الموصل مو كلهم، يعني اكو ناس من عندهم يعني كانوا متسلطين حتى على اهل الموصل، يعني هو صدام ما يعني ما استثنى احد، ماكو احد ما اذى، يعني بالاخير حتى قتل ابن خاله صديق طفولته الوحيد عدنان خير الله وزير الدفاع العراقي، قتله يعني ابنه عدي، يعني سبب له هذا العوق لان كان يغتصب بنات فراد يسكت، يعني كافي اغتصاب، يعني فشله، يعني خجله يومية، يعني عدي بنفسه كان يعبر على بقلالة أذره كان يعبر على الأقسام الداخلية مال البنات ويستنقي، يعني يختار الحلوة وياخذها، فبحيث جابوا وسووا عمليات، جابوا واحد طبق الأصل شبه عدي وقال أنا سويت كل هاي الجرائم ونسبتها العدي من كثر الإحراجات اللي سببها الأبو، وحتى حكموا بالاعدام، والشعب العراقي بعدين غصبا عليه قالوا لهم طلعوا البعثين قالوا لهم طلعون غصبا عليكم تطلبون انه يستثني القانون عدي بن صدام حسين، طلعنا مظاهرات على مود عدي لين عدن، واللي ما يطلع يقطعون الحصه والتموينيه مالته، يعني يجوع هو واهله. ف نرجع على الدين اذا تحب نكمل او نشوف هوايه حكينا، يعني كافي لو بعد. انا بصراحه انا مستمتع بحديثك، انا بس بدي اعرف قصتك مع الدين، دينتي وكيف طلعتي من الدين؟ بالضبط. قلت لك اني ما كان اكو هالقد يعني دار مداري ناس متدينه، بس اختي عندي متدينه وامي تصلي وما مؤمنه بالله، يعني حتى تسمي صدام يعني تقول رفيق صدام، الله رفيق صدام، تقول الله ينتصر للظالمين دائما، فبس تقول يجوز اكو غيره، يعني اكو يعني شخص غيره يرحمني برحمته. حتى من راحت للحج قالت انا لو ادري الحج هيجي عباره عن فره وشغلات يعني ما لها علاقه، الله فوق وانا افتر هنا لويش، يعني حتى قلت لها يما الحجه مالتش كلها راحت، يعني انت ما دام نكرتي ما دام معترضه على طقوس الحج فما اعتقد بعد الله يحسب لك اياها. قالت شنو قاعدين نفتر والله فوق انا؟ ليش يعني؟ هو بجاي تدخل بمخك. الله يكون بينك حاطط كرسي بينك جوا الكعبة حتى يفتروا حواليه، يعني تقول هو غيره فوق وندعي له واقرب من حبل الوريد، شو وداه بالسعودية؟ ليش راح للسعودية وعايفنا يعني؟ ليش؟ يعني هي عدها كانت، المهم ما كان اكو جو ديني، فشي طبيعي ويا كل اللي قريته راح اتحول للإلحاد. وانا حادث عمري 8 أو 9 سنين مو اكثر. بس قبلها تحسب رهبة لأن معلمة الدين كانت تخوفنا، كانت تقول لنا هذا الله ويعذبكم وما أعرف إيش، وحتى أقربائنا يقولون نفس الحكي، بس داخل أسرتي أبوي وأمي ما كانوا ما ملتزمين دينيا، فكنت من يعني من أحس إنه هاني خلاص بعد ما أؤمن بالله أطلع على السطح وأقعد على الدرج، يعني أبكي أقول يا رب انقذني، يا رب إذا أنت موجود رجعني الإيماني، إذا أنت موجود أقعد أدعي وأبكي، يعني هو لو موجود يعني فعلا كان استجاب لي، بس سكت ولليوم هو ساكت، يعني ما رد علي. اقول له راويني اشاره تظهر وجودك على مود اني يعني اضل على ايماني بك، بس ما اظهر لاي شيء، واستمريت بالالحاد، ولانه كل اللي صار بحياتي هو يؤكد انه الله صنع بشريه، ومحمد كان ذكي حين جعل من اخلاق الصحراء دين يمشي عليه معظم العالم هسه، يعني وشلون التصميم مال هذا الدين يعني صممه بشكل بحيث ماكو سلطه بتحتاجه، يعني ماكو سلطه تريد نفوذ وفتح اراضي جديده وتريد تسيطر على غيرها وتريد تسيطر على شعبها
وتريد نسوان ما تفرح بهذا الدين. يعني انا اتوقع امريكا بيوم من الايام يعني تسوي الدين الرسمي، اتوقع الدول الاوروبيه تسوي الدين الرسمي، لانه لا لانه مس لانه من تروح لاوروبا هسه تلقاها. يعني ليش نضحك على نفسنا؟ هي راسماليه، يعني دوله راسماليه، اذا شعبها ديموغرافيا يعني يوم ورا يوم بدا يتحول ويصير يتحول الى مسلم، المسلمين ينجبون هوايه والبقيه ما ينجبون، يوم ورا يوم راح يعني مرور الزمن راح يتحول البرلمان الى مسلم. فمن مصلحه السلطه انه تفتح اراضي جديده بدون لا حقوق انسان ولا حقوق اطفال ولا اي شيء. يعني ليش لعد موجوده محاكم بلندن للطلاق للزواج ويحق لهم يزوجون واحده ثانيه وثالثه ورابعه وفق الشريعه الاسلاميه؟ شلون يعني تتوقع هاي موجوده بلندن؟ شلون المراه تاخذ نصف الميراث؟ يعني ما تاخذه مثل يعني مثل اخوها. شلون تتطلق وفق الشريعه الاسلاميه؟ شلون تتزوج وفق الشريعه الاسلاميه؟ اكو استثناءات للمسلمين بداخل لندن. فاذا اكو قبول او رغبه في نشر هذا الفكر. انا هنا انا دا اشوف امريكا، دا اشوف المسلمين يعني عنيفين. انا جيت يم دكتوره قبل يومين، قلت لها لسن سالتني، انا ما كنت اعرف انه هي مسلمه، يعني لابسه تنوره قصيره وما يبين على شكلها انه هي مسلمه. فقالت لي، بس قلت لها من العراق، انا وين ما اروح يعني اقول لها من العراق يصيرون بموقفين، يا اما او ثلاثه مواقف، يا اما راسا يعاملوني بشكل سيء على اعتبار انا مسلمه، ولانه ما يعرفون انه العراقيين بيهم هواي شغلات يعني غير الاسلام، واما يعاملوني يعني يتعاطفون وياي باعتباري يعني لاجئه مسكينه، وهذا فد شيء ينتقص من عندي، لانه احنا عمرنا ما كنا لاجئين، احنا ناس اغنياء وبيوتنا ايش كبرها وكل من عنده سيارته وفلوسه، ليش حولتونا الى لاجئين؟ يعني ليش؟ يعني افقروا الشعب العراقي رغما عنهم، حصار 13 سنه بالقوه، يعني ليش ما نعرف؟ يعني صدام راح للكويت، احنا شنو ذنبنا؟ هو صدام اذا ترفضه تقول له ما نروح للكويت، كل الضباط رفضوا وقتلهم، ما خلى احد، فغصبا عنك تروح. فلا الكويتيين رحمونه، لا السعوديين، لا الخليج كلهم رحمنا، ونفس الشيء العالم كله يعني ضد العراق، ضد السوريين، هذه الدول اللي بيها يعني ناس بيها ثروات وبيها ناس ممكن يعني تكون قوة فكرية كبيرة بالعالم العربي والإسلامي. هذا مصر والعراق وسوريا يعني ولبنان، يعني هاي الدول اللي هي كانت شو نقول، هي المفكرة، هي الدول اللي تقرأ، هي الدول اللي يعني على أساسها يتم التغيير، انتهت ومشوا عليها. هسه مشوا على هالمحيط هذا، سياسة التجهيل. يعني أنا كنت أوعى مثلا بالثمانينات، بداية الثمانينات كان في شيء ناس مثقفين، في كان يعني ناس مثقفين، في فكر، في حرية، في نقاش، في حوار، في يعني تروحي تشوفي هلا مثلا بسوريا يا جماعة أغلب الناس ما بتعرف تحكي، يعني ما حكي ما بتعرف، مو بس حكي، أنا أشوف الرسائل اللي توصلني الفيسبوك كلها أخطاء إملائية، ما يعرف يكتب، أقول هذا وين درس يعني؟ ومثلا ماخذ شهادة عالية يعني هو أعلى، هو ما يعرف يكتب كلمتين. خلي نرجع، ليش اقول لك انه يعني الاسلام ماخذ قوه؟ يعني احنا ما يصير نكذب على نفسنا ونتصور انه المجتمع الغربي هو ملحد، لا، المجتمع الغربي باي لحظه يتبنى اي فكر ويا مصالحه. المجتمع الغربي يعطيك يعني القوانين تعطيك الحريه، بس ما توفر لك حمايه. يعني ما توفر، يعني انا هسه احس بخطر بامريكا. قلت لك رحت للدكتوره، الدكتوره المفروض كل اللي تسويه، يعني انا ممكن اروح على دكتوره هندوسيه او من السيخ او من يعني زرادشتيه او ملحده او لا دينيه او اي شيء، مهمتها الوحيده انه تعالجني، مو من حقها تناقشني فكريا ولا من حقها تناقشني معتقداتي، ممنوع. لكن هذه قلت لها انا ما اؤمن بالاسلام، يعني ابدا ما اؤمن. قلت لي ما يصير، قعد الساعة ونص تلقي لي محاضرة، لازم ترجعين للصلاة وللإسلام. قلت لها مو من حقك دكتورة، أنت جاي تضطهديني بدولة منفتحة. قالت لا، أنت لو مو مسلمة ما لح عليك، بس مسلمة وتركتي لازم أنا مطالبة أمام الله أن أرجعش للإسلام. بحيث رحت
للمستشفى بلغتهم يعني، قلت لهم أنا اضطهدت وظلت تلاحقني يعني، حتى خابرتني للبيت ليش ما جيت تصلين وياي فترة الغداء، وظلت تتواصل وياي، ورحت قلت لهم للمستشفى، قلت لهم أنا هاي المعلومات اللي لقيتها للمستشفى على مود يعني تحمون البرايفسي مالتي، يعني ما يصير واحدة تستخدم على مود تنشر الإسلام. أنا شي عرفني هي ما مرتبطة بمنظمات إرهابية ويدقون علي الباب يقتلوني لأن أنا ملحدة؟ فوين الإحساس بالأمان؟ يعني رحت، حتى رحت أريد أبلغ قانونيا، يعني القانون يراد له يعني شو أقول لك، صرف فلوس يعني عم تثبت إنه أنت على حق وإنه هي اعتدت، لازم تدفع فلوس هواية حتى توصل يعوضوك، يعوضوك تعويض كبير يعني. ممكن تروح على محامي تتفق وياه، يعني انا اقدر اسويها، اروح على محامي اقول له اذا القضيه كسبت احنا اثنيننا كسبانين بالنص، لان يعني راح يكون مبلغ كبير، واذا خسرت ما ياخذ شيء، فاكو محامي يقبل وانا اقدر اسويها. بس عندي ظرف كلش سيء يعني هنا أنا هسه، يعني انا عندي ظرف خاص، وهاي من ضمن الظلم اللي تعرضت إليه انا كامراه وبسبب الاسلام. يعني انا قعدت، نعم ماجدة، أنا خلينا نرجع على الشرق الأوسط. نعم برأيك بس هيك لو تحكي لنا شوي هيك، تربطي لنا اللي صاير هالحروب هاي بجهلها الناس وعلاقته بهذا الدين هذا، يعني لو تشرحي لنا بشكل عام. الله مثلا شايفين الشيعة والسنة بالعراق، العلويين نعم والسنة بسوريا وباليمن كمان شيعة وسنة وكل ما هالطائفين. احنا طول عمرنا احنا شيعة وسنة ومسيح، وطول عمرنا يعني شنو المشكلة؟ يعني جيراننا مسيحي وجيراننا سني، وخواتم الزوجات سنة وأولاد أختي سنة، ما عندنا مشكلة يعني. هاي المشاكل حثت بعد الاحتلال والربيع العربي، يعني فرحانين احنا بالربيع العربي. أنا ما أعترف بموضوع المؤامرة يعني تأمروا علينا، لا احنا عقل، كل من عقله براسه يعرف خلاصه، يعني شنو واحد يتآمر عليه؟ أنا لو ما عندي أساس ثقافي يتقبل هذا الفكر، صحيح هو جت عصابات خطفت من الشيعة وقتلتهم ورمتهم يم بيوت السنة وسوت نفس الشيء، بحيث الواحد ارتبك يعني ليش ولدي مشمورين يم بيت السنة؟ بس من الغباء الاعتقاد إنه واحد يقتل واحد ويحطه يم بيته. يعني ظلوا يشتغلون سنين طويلة، يلا يعني أنا أقول لك من 2003 ل 2006 يلا صارت فعلا طائفية حقيقية. يعني بدأ فعلا الشيعي يعتقد انه السني دا يقتله، والسني بدأ يؤمن انه الشيعي دا يقتله. لكن قبلها كنا نعرف انه اكو عصابات، يعني يعني يجي واحد حلاق يعني يقول له تاخذ خيط، يعني احنا عندنا هاي عندنا ثقافة ازالة الشعر، عند البنات ولا نفس الشيء عندكم سوريا، انتم تستخدمون الشمع احنا نستخدم الخيط. إيران موجودة، تركيا موجودة، هاي الثقافة موجودة في هاي المنطقة كلها، إزالة الشعر عند النساء والرجال يعني موجود. فيدخل يقول له تاخذ خيط، يعني تشيل الشعر، يقول له اي رأسا ضربه طلقة براسه. اللي يبيع ثلج، يعني انت تبيع ثلج ومحمد مشرب مي بارد، حرام قتله. انت حاط طماطة وخيار، ما يصير طماطة مؤنث تخلطها ويا خيار مذكر، حرام فسق وفجور. زين يعني كتلوا الناس هاي بعد ما طبعا كتلوا الاساتذه، ولا ما كتلوا علماء الذره والطاقه، هذول خطرين، كانوا 300 عالم او اكثر انصرفت عليهم ملايين الدولارات على مود يصيرون علماء، وقتلوهم وقتلوا الطيار. يعني اكو اجندات مختلفه، حتى اكو اجندات شخصيه، واحد عنده ثار ويا واحد يعطي العصابه فلوس يقول لهم روحوا قتلوا. فما تعرف الكتل صار مو بس سنه وشيعه، كل شيء. يعني الايزيديين ناس مسالمين، المسيحيين ناس اصلا ما تسمع لهم صوت، يعني اليهود قبلهم يعني ناس، ام تقول اليهودي كان عايش بنصه يعني بقلعه السكر، من يعني ضربه على خده يعطينا خد الثاني، ابد ابد مسالمين جدا، وتم تهجيرهم قسوه وقسوه واذوهم، ونفس الشيء تم تهجير الشعب العراقي واحد بعد الاخر، كانما هي اجنده واحد اثنين ثلاثه. بس شنو اللي يعني انا ما اقول لك ماكو مصالح يعني للشعوب يعني الامريكا، يعني امريكا دوله كبيره تحتاج طاقه، تحتاج نفوذ، تحتاج موانئ، تحتاج تحس بالامان، تحتاج من حقها، شو تسوي من حقها؟ بس انا يعني العراقيه ليش يحتلني احتلال واروح اقتل شيعي او سني؟ ليش؟ ودول اخواني
يعني المفروض اتوحد وياهم ضد، ليش المعمم اللي كان مثل الفاره قدام صدام وما يطلع له صوت؟ ليش صار يخطب ويحكي تعالوا انتوا عمر كسر ضلع فاطمه الزهراء والحسين مات، الحسين لازم يموت، يعني شو نسوي له؟ يعني نظل نقتل نلطم ونضرب نفسنا بالسيوف لان الحسين مات؟ يعني اكو انسان ما يموت؟ هذا يعني احس الشيعه عندهم ما يقعدون يسفنون ولو لحظه انه لابد يجي يوم الحسين يموت ويروح للجنه، اذا عندهم ايمان. فش اللي وش انا ابكي يعني؟ هو ضامن الجنه بس انا ما ضامن اي شيء، لا جنه ولا نار، ما اعرف. فاني احس انه الثقافه الاسلاميه اللي موجوده واللي هي ثقافه قهر، ثقافه ضد الفكر، ما تخلي الانسان يفكر ويطلع من هذا من هذا النفخ الصحراوي المحمدي اللي سواه محمد. هم يناسبهم انه ياخذون اماء وجواري لانه هم اهل حرب اهل غزو، يعني محمد نقلهم نقله ما صايره، قبل كانوا يغيرون قبائل على الثاني، يعني ياخذون يعني قبيله تعرف الاخرى يغيرون عليهم ياخذون من عندهم غراضهم والذهب اللي عندهم ونسوانهم والسيوف وذلك يرجعون ورا فتره وهكذا، والنساء والاطفال عباره عن عبيد وجواري. فهذا محمد السوى شنو اللي سوى؟ هاي الثقافه الصحراويه حولها الى ثقافه مرتبطه بالله، يقول الله قال هيك، يعني المراه لازم تكون عبده، اذا انت اخذتها بحرب وصير عبدتك وملك يمينك، والطفل مالتها نفس الشيء، ما يتحرر الا اذا يعني انت صح ضميرك واعتقته. زين، وبعدين يقول لك محمد يقول اللي يعتق عبد يعتق شو اسمه يعني يعتق عضو من النار. زين انت ليش ما تعتقد عبيدك يعني يا محمد؟ يعني الله اكلها بالنار تروح؟ المهم يعني هاي الثقافه اللي سواها محمد المؤسسه على انه المراه لا شيء، هي عباره عن جسد، وكنت ناوي احكي عن الحجاب والراس، انه قطع راس المراه بالحجاب وقطع وجودها التام واختزالها في عبارة عن شهوة رجل يعني يجامعها. هذا وتحويل يعني ماكو حقوق للطفولة، الطفل يعيش الحرب يعيش العبودية يعيش يعني ما يقدر يتحرر من عندها لأنه هو يعني أحد الغنائم. يعني شنو هالوحشية هذه؟ هذه تصير باسم الله. زين، الناس اللي يقول لك الشخص اذا يلحد او يكفر لازم ينقتل، والشخص اللي يرتد عن الدين ينقتل، والمرأة وبعدين ركز هو على موضوع الجنس على مود يخلي حافز للرجل انه يروح ينهب ويغزو، يعني ممنوع عليك، منع عليهم النكاح الجماعي اللي كانوا يسووه الرايات الحمراء والنكاح الرهط والنكاح الاستبضاع ونكاح كومت مجموعة نكاحات حلول للمشاكل الجنسية الموجودة بالصحراء. اكو ناس ما تقدر تتزوج، اكو ناس ما تقدر تبني اسرة، بس اكو يعني هو اوجد النظام حلول للرجل والمرأة ونسب الولد، يعني ما عندهم نغل او ابن زنا وما اعرف شنو، كلها طلعت ورا محمد. طفل يجي هو محمد نفسه ابوه ميت قبل 4 سنين، منين اجى يعني؟ يعني شنو هذا الحيمن اللي صمد 4 سنوات؟ انا بريء. زين، فالمهم يعني القرآن تأسس يعني كدين كتشريع أو كقانون للإنسان المسلم على أساس عقد محمد، على أساس شيء آخر أنه الديانات اللي سبقته والمعلومات الضئيلة والمتضاربة يعني الضعيفة، وأيضا على شيء آخر أنه الأخلاق الصحراوية هي نفسها تحولت إلى أخلاق يعني يطلب الله تنفيذها، يطلب ان ينفذها جميع المسلمين، هي موجوده بالصحراء ومستخدمه بالصحراء وماشيه على الصحراء، هسه مشت على الجميع يعني الاماء وغيرها وهاي الاحكام مالتهم. فهذا المجتمع اللي اسسه اللي ما يقبل النقاش واللي ما يقبل هو المسؤول عن انتكاسه العرب دائما. وبسبب اللغة، يعني سبب معرفتنا باللغة وأحكام القرآن ظلينا عبيدها، وإلا شوف أكو دول طلعت كادت أن تخرج يعني من هيمنة الإسلام لفترة من الزمن لولا البنك الدولي، يعني هاي الدول ماليزيا وأندونيسيا
وتايوان، في فترة اجتي ازدهرت حيل يعني، يسموها النمور الآسيوية، يعني هواية من عندها مجتمعات إسلامية، إيران مجتمع إسلامي لكنه ما هالقد مرتبطين، شوفهم دولة يعني دولة قوية تفرض شروط على أمريكا، يعني هي ما عندها نفط السعودية وتفرض شروط على أمريكا شنو سياستها بالمنطقة، لازم إلها حصة زين، في حين السعودي يعطي النفط مالته كله، يعني بكل غباء ينطيه كله ويتآمر على إخوانه ويطلب حماية من أمريكا. زين أنت بإمكانك بهاي فلوسك تشتري القرار الأمريكي كله صاحي العرب، ليش ما تسوي مثل الفارسي يعني؟ ليش ما يصير ذكي مثل الفرس؟ الفرس والأتراك وال يعني لأنهم خارج هاي اللغة، يعني هواية قدروا يحققون إنجازات حضارية، فاللغة إحنا رابطتنا حيل بسبب معرفتنا بيها، و يعني بالقريب اللي دا أشوفه هسه ما نقدر نطلع من هاي الأحكام ولا هذا الوضع إلا إذا الإنسان يعني يقرر أنه الفكر الديني الإسلامي هو فكر إجرامي، فكر ضد الإنسانية، فكر لا يمكن أن يبني أسرة، الأسرة ما ممكن تكون آمنة في ضمن هذا الحكم، يعني أحكام شو اسمه الردة وأحكام الجلد وأحكام الزنا وقطع اليد وما شنو هالتعذيب هذه؟ شنو هال يعني انت تريد تبني مجتمع معوق لو سادي طيب هذا ايش راح ينتج لك؟ اكيد راح ينتج هاي الخسارات اللي احنا نشوفها. يعني طول عمرنا احنا تابعين للغرب فكريا واقتصاديا. مع انه احنا مصدر الثروات، احنا لو بس نعيش على الزراعه نعيش. لو بس نعيش على يعني فد شغلات بسيطه يعني صناعه بسيطه كانت بالعراق مكفيتنا. يعني ما نستورد لا اكل ولا اي شيء، كنا مكتفين تماما، ما عندنا اي حاجه للاستيراد، وانتم سوريا نفس الشيء. ما اعتقد كنتوا تستوردون، عندكم مصانعكم ومكتفين بها. ف اللي صار انه احنا شعوب يعني محتله فكريا، وبالتالي اي واحد يجي من برا امريكا او غيرها او اي دوله باكر عقبه، باكر الصين هم ماتين تكبر، الصين كبرت هسه وهم تجي تحتلنا. لانه احنا بنفس الفكر اللي قابل للخضوع لاي شخص لاي غازي ويخلق بينا هاي انه هذا شيعي وهذا سني، ونظل بهاي الدائره اللي مخرجه منها 14 قرن. طيب ماجدة برايك نعم. وين رايحه الدفه هلا مثلا؟ هل الحروب اللي عم نشوفها بين السنه والشيعه والعلويه هل 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 المعمعة اللي شايفينها وين رايحه؟ لوين متجهه برايك؟ والله الفوضى يعني والعنف لا يولد الا الفوضى والعنف، يعني هي هاي فكره الامبراطوريات الفوضى والفوضى الخلاقه، هاي فكره يعني موجوده عند كونداليزا رايس وهي ذكيه، يعني شقد فهمت النفسيه المسلمه بحيث قدرت تخلق هاي الفوضى فعلا. هي بايد الانسان العربي، اذا الانسان العربي ما يقعد يفكر ويقول انا لازم اغير هذا الواقع مستحيل يتغير. يعني احنا هسه جاي يعني نسعى انت واني وهواي يعني جاي نعرض نفسنا للخطر، عسى ولعل انه نير يعني شويه يعني الضوء بهذا الظلام. فانا كل اللي اتمنى من اللي يشوفوني يعني انه يصغون ولو مره ويسالون نفسهم هل احنا يعني فعلا ممكن نكون خير امه اخرجت للناس؟ هل ينطبق علينا هذا الوصف؟ إذا اليهود قالوا عن أنفسهم شعب الله المختار فهم محقين، لأنهم هم هسه اللي مسيطرين على الكون كله، إذا هم فعلا شعب الله المختار، يعني أذكياء عندهم فلوس وجاي يخططون يعني يخططون شلون ياخذون فلوسه وبس، يعني هسه القضايا اللي يروح يشهد بها الدكتور سامي الذيب شنو؟ يعني واحد حكى على الإسلام واليهود يقيم دعوة ضده، ليش تحكي على الاسلام؟ ويبيع اللي كل اللي عنده مو على مود الاسلام. لا على مود هم ياخذوا الفلوس، فالفلوس باور يعني هذه طول ما عندك فلوس انت تقدر تشتري اي شيء. بس العرب صارت عندهم فلوس ولا مره حاولوا يشترون ولو صوت انتخابي ولو كونغرس عضو بالكونغرس. يعني انتم فلوسكم مليارات تقدرون تشترون العالم كله، كل اللي يفكروا به العرب نشترون راقصات ونسوان وفياغرا زين، وتعالي يا امريكا احمينا،
زين انتوا ليش يعني، اذا انتوا مسلمين انه احنا المسلمين ما عندنا عقول نقاد المعممين، واحد بالسعوديه اعور ما اعرف شلون يعني، ما اريد احكي على شكله، لكن هو يعني هو اكبر دليل على العور الدجال، اذا يدورون على اعور ودجال يعني المفروض هسه ساعه تقوم يعني بس ما جاي تقوم. عليك شغله يعني مش لا صدقا مو باشكالهم، ولكن كل واحد فاشل بيصير شيخ، والشيخ مسموع له بكل شيء، يعني الفاشلين هم المسكين الدفل لهالمساكين المغيبين. هو صوت المساكين يعني المسكين هذا يعني ما يقول هذا وطني ولي حق بي، ما يقول انا اذا تهجرت ورحت صرت لاجئ يعني راح يكونوا متفضلين علي. انا يمكن اقول اذا يفتحون احنا وسوريا مدن يعني ولايات كامله بامريكا يعني يا دوب تغطي اللي سرقوه من عندنا يعني. بالضبط بالضبط. وفي شغله يعني الشيء المحزن انه اللاجئ اللي عم بيطلع من سوريا ولا من العراق يعني لما عم بيصح له يروح على بلد اوروبي مثلا بيعتبره انتصار، ما هو انه واحد بيعتبره خزي، انا لاجئ يعني انا لاجئ. وهم متفضلين يعني نشوف الانسان يعني جاي يزحف بس حتى يصير لاجئ، بعد ما كنا باوطاننا وبعز وبخير بسبب هاي الدين هذا يعني خلانا ننحني يعني نبطح، وحتى اصلا حتى حب للوطن ما بقى، ولاء للوطن ما بقى، الانسان ببساطه يخون ولاء للرايه الاسلاميه. يا اي 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 ابو بكر البغدادي، اي ناس سايكوباث جامعين شكو مجرم بالكون يعني وجايبيه بهاي الاراضي الغنيه. زين مو انا اقول مو صوتش اللي يناوش حجار، صوتش اللي يرميها على اخوه يعني. واحد انت تتعارك ويناوشك حجار تقول بعدين والله امريكا ناوشتني حجار، لا انت غلطان، ليش تقتل اخوك؟ بالضبط بالضبط. فانا ما ارمي العتب على الدول الراسماليه، تلقى اي دوله قويه تريد تلقى نفسها منافذ وتريد السيطر من حقها، جاي شعبها عايش بخير، شعبها عايش بحريه وبرخاء، تريد تستمر على هذا النهج. اما كوننا احنا نقبل انهم يسيطرون علينا ويمشونا وفق ما يردون فهذا خطانا مو خطاهم. وانا اقول البقاء للاقوى، ما دام هم اهل الحضاره هم اولى بالبقاء من عندنا. يعني انا دائما اقولها، اقول هم يعني لازم هسه يحافظون على هاي الحضاره من هذا الفكر يعني، اذا بدا يتغلغل عندهم انا دائما وين ما تصير فرصه اقول لهم لا تخلون هذا الفكر ينتشر، يعني من باب انه الحريه والانسان القاتل مجرم ما يصير تعطيه حريه. هذا انسان يعتقد انه هذا هذول كلهم كفار، هذول كلهم لازم يموتون او يؤمنون بدينه. فاذا شنو المطلوب يعني بهاي الحاله؟ المطلوب انه هذا الشخص اللي يؤمن اللي عنده هاي الفتوى باي لحظه تنفجر، باي لحظه يعني هسه احنا اوروبا وامريكا على وشك الانفجار، الصدام بين الحضاره الاسلاميه او الفكر الاسلامي وبين الحضاره الحاليه. اي لحظه ممكن، اي لحظه ممكن يصير هذا الانفجار. جو الاولاد من المدرسه يعني لازم انهي الحلقه يعني. طيب راح ننهي الحلقة أختي ماجدة، بس بدي منك تعطينا كلمة أخيرة وتعطينا برنامج الحلقات، شو حابة تحكي فيها في المستقبل الحلقات الجاية هيك تنقطي. والله أنا كنت متهيئة أنه اليوم أحكي عن الحجاب يعني، وقلت لك دزيت لك نقاط تحكي بيها، بس ما دام يعني لا المفروض يعني أنه هذا برنامج متخصص بالإجهار يعني بالإلحاد، لازم أشهر بالإلحاد وبعدين ابدي في مواضيع ثانيه. هاي حلقه تجهر بالالحاد، واتمنى انه ما ثقلنا على الجميع، حكينا بهواي مواضيع، وكل اللي اتمنى انه الناس تستفاد ويكون عندها وقت، لانه كنت اتمنى ان تكون حلقه قصيره، صارت اعتقد ساعتين يعني هوايه حيل. فاتمنى انه اي شخص يعني نكون اضفنا له شيء، واني اشكر تعاونك جدا وصبرك علي يعني على مود الخطا اللي صار. لا لا اقدم لك ما في اي شيء، بس انا بس الاصدقاء يعني انا بس ما متعودين بصراحه نهائيا انه نتاخر على الموعد، فهو سوء تفاهم يعني. انا بكل صراحه فرق التوقيت هو السبب يعني، فرق التوقيت بالضبط. ايه حصل سوء تفاهم نهائيا. نعم، فأني أشكرك كلش هواية وأقول باي باي للجميع يعني.
شكرا شكرا كثير لك ماجدة، وشكرا لكم أصدقائي. طبعا موعدنا يوم الأحد، راح هاي بنتي، يعني آسف أصدقائي، هاي بنتي جاية. أهلا حياتي حبيبتي، هاي تجنن. قولي لهم هلو، يلا هلا. هلا، يعني رجعوا من المدارس؟ أنتوا لا عندكم توقيت مختلف. أنا لسه عم بتحمم وديناهم، فدخلت لعندي تاخذ بتدخل مباشر على يا بنتي، ما بتعرفين على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا، كيفك؟ مرحبا. مرحبتين حبيبتي، أهلا وسهلا، نورتيني. طيب انا بتشكرك كثير ماجدة، وشكرا كثير لوجودك اصدقائي. انا اسف للدلوعة هاي دخلت علينا. خليها براحتها، بالعكس نورتنا. شكرا كثير لمتابعتكم. طبعا يوم الاحد في عنا حلقة 100، وراح نعمل حفلة صغيرة ندعو فيها اصدقائنا ويشاركونا، ونتمنى مشاركاتكم. واسفين كمان على ما استقبلنا اي اتصالات واي تعاليق، يعني بس لانه بالفعل يعني قصة ماجدة قصة محزنة، وقصة يعني جديرة بالاهتمام، ونسمعه. واكيد بالحلقات القادمة راح نتناقش ونحكي بكل هالمسائل هاي. شكرا كثير لك ماجدة، وشكرا لكم اصدقائي. الى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا، مع السلامة.